الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام عبد العزيز السبيعي. مرحبا بك سي عبد العزيز. مرحبا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة شمس فهم. شكرا على التواصل. 1,400,000 بطاقة لباس اللي مشيت للمواطنين، ثم نستناو ممكن في 1,500,000 أخرين اللي معنيين بالبطاقات هذه. مليون وأربعمائة ألف بطاقة لباس تم توزيعها على كافة المضمونين الاجتماعيين. قعدت لنا ما يفوق أو ما يقارب 1,500,000 بطاقة اللي متواجدين حاليا في مكاتب البريد التونسي، واللي هذاك علاش عاملين احنا حملة تحديثية اتصالية باش كل مواطن تونسي، كل مضمون اجتماعي نزال ما تسلمش بطاقته باش يمشي ياخو بطاقته. وهذاك علاش عملنا اتفاقية مع البريد التونسي، وثم ارسال يعني مجرد يرسل رسالية قصيرة نذكروا بها اذا كان ممكن، اتوال 10-17 اتوال رقم بطاقة تعريف الوطنية نتاعه دياز يخرج له مكان. بربي ميساش نعودوا الرقم اتوال 10-17 اتوال معناها نجمة 10-17 بالضبط. اي اللي بعده نجمه هي. رقم بطاقه التعريف الوطنيه نتاعو ودياز دياز ولا نعاود نذكروا هذايا اللي بالرقم هذا نجمه 10-17 نجمه رقم بطاقه التعريف نتاعك دياز، ومن بعد هذاك تنجم يخرج لك مكان مكتب البريد اللي موجوده فيه بطاقتك. فوالا هذا لانه فما برشا توانسه مازالهم في بالهمش البطاقه وين ينجموا يلقاوها. ثم الى جانب هذايا حبيت نسال على استعمال البطاقه في حد ذاتها، بطاقه لباس كيفاش يستعملوها وين باش يستعملوها المواطنين؟ تفضل. نحن نجم نقولوا تو الكلام الان في مرحله انتقاليه. توخين المرحله اللي تتطلب اولا التوزيع بعد استكمال الجوانب الفنية، حتى يقولوا بطاقة لباس يقولوا منظومة تبادل إلكترونية كامل وراها. كينا توا في توزيع كل البطاقات إلى مستحقها كما قلنا. والآن بدينا نشتغلوا أو بدأت بطاقة لباس تشتغل في القطاع العمومي، يقولوا القطاع العمومي يقولوا المستشفيات العمومية، يقولوا المستشفيات الجامعية، يقولوا الرئوية، يقولوا مراكز الصحة الأساسية، مساحات الضمان الاجتماعي، وذوما اللي عندهم المنخرطين في المنظومة العمومية اللي هما ما يقارب وما يفوق يعني ما يقارب 50% منخرطين في المنظومة العمومية. معنى مش هذوما اللي عاملين اللي يتعاملوا ديريكتومون مع السبيطارات العمومية مش مع البريفي. بالضبط توا الان بالضبط مع الـ مع الـ مع البريفي مع الـ مع العمومية، يعني توا قاعدين يشتغلوا مع القطاع العمومي. القطاع الخاص ولكن معلش احنا عاملين يعني حمله تحسيسيه، القطاع الخاص ناكدوا كونه في اقرب وقت ممكن لازم الناس كل تاخذ بطاقاتها، لانه باش نشتغلوا باش تبدا تشتغل بطاقه لباس في القطاع الخاص نجم نقولوا نهايه السنه بدايه السنه الجديده. يعني دعوه ملحه الى كل مضمون الاجتماعيين باش يسلموا بطاقاتهم. أنا توا دعوة موجهة للمواطنين سواء في القطاع العام والقطاع الخاص باش ياخذوا البطاقات نتاعهم، والتفعيل في القطاع الخاص باش يكون منا لآخر العام. آخر العام بالضبط. وهنا احنا كنا قلنا احنا ماذا بينا نوزعوا كل البطاقات باش الناس كل في إدارة عدالة توزيع يعني. يا سي عبد العزيز السبيعي نطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض، البطاقة أنا كمواطن اليوم نسمع فيك مشيت أخذيتها، شنو باش نلقى فيها البطاقة هذه؟ كيفاش باش نستعملها؟ وكيفاش نجم نتبع الملف نتاعي اللي قلت عليه؟ بطاقة لباس بتبيعها وباش تاخذ يعني الملف كامل. يعني مش تلقى أوفلوب يعني ظرف كامل فيه كلمة العبور السرية نتاعك، فيه المعرض الوحيد، كيفاش باش تدخل هنا باش تتابع من خلال بطاقة لباس باش تسجل بالطبيعة، هنا باش تتابع كل المعاملات نتاعك مع الصندوق. يقولوا كل المعاملات نتاعك يعني تنجم تشوف
يعني فواتير الخلف نتاعك معناها سامحني بعد اذنك سي عبد العزيز باش نفهم، نلقاها في ابليكاسيون، نلقاها في سيت، هذا اللي حاب نفهم طريقة الاستعمال. يعني معناها انا البطاقة نتاعي باش ناخذها اليوم نحطها في مكتوبي، كيفاش نجم نتابع الملف نتاعي؟ هل فما بلاتفورم معناها موجودة نجم نعمل ندخل للاكسي نشوف الملف نتاعي وين، والا فقط الاكسي تنجم تكون كان عند الطبيب ولا عند المؤسسة الصحية اللي باش نمشي لها؟ احنا تو الحملة نتاعنا توزيع البطاقات، قلنا كونه في القطاع العمومي تمشي تاخذ، كي تمشي القطاع العمومي تمشي تقدم بطاقه لاباس، يعني ممكن استعمالها في القطاع العمومي. هنا باش توفر لك ثم خدمات تو باش توفرهم البطاقه دي. يعني ما عادش تستعمل البطاقه الورقيه. هذا متفقين فيه، فقط حبيت نسأل على نسأل على الخدمات اللي انا باش نلقاهم باش نجم نتبع الملف نتاعي كمواطن اليوم. ولا الخدمات شنو هي بالضبط؟ خدمات نجم كما قلنا بالنسبه للمضمون الاجتماعي نجم تتابع كل يعني مراحل تصفيه الملف نتاعك، نجم تستخرج كشوفات الخلاص نتاعك، نجم تودع الكترونيه وثيقه تكميليه ملف بيس كومبليمونتير كما تعرف، لازم تغير حتى المنظومه ان شاء الله في الاجال القانونيه، ما هو تعرف سنويا كل واحد يحب يضمن يكون هذا وين نمارسوا حقي هذايا بالبطاقه هذه وين نمارسوا؟ فما ابليكاسيون تطبيقه والا عندكم موقع رسمي؟ بالطبيعة هي منظومه، هي علاش هذاك علاش قلنا من الاول قلنا هي منظومه تبادل الكتروني يعني كامله وشامله. يقولوا منظومة التبادل الإلكتروني، يقولوا يعني بطاقة لاباس ما لها إلا جزء من منظومة كاملة اللي هي عندنا البوابة الإلكترونية، عندنا منظومة التصرف في هويات المستعملين، عندنا منظومة السلامة المعلوماتية، عندنا كذلك منظومة إصدار البطاقات الإلكترونية، عندنا شهادة إمضاء إلكتروني اللي تكون مصادقة من طرف الوكالة التونسية للمصادقة الإلكترونية. عندنا خدمات الحوسبة السحابية. هذا كل المنظومة التبادل الإلكتروني كلها تشتغل لصالح يعني البطاقة الإلكترونية بطاقة لاباس. باهي معناها نعمل www.knam.net.tn هذا يكون نلقاه في السيت هذا. هذا إذا كان خلينا ربما هنا لا ما نخلطوش ما بين انت ما قلنا باش يعطيك ظرف وفيه المعطيات كيفاش تدخل وفيه رقم السري نتاعك بطبيعه تم تطبيقها افتراضيه باش تدخل فيها. ما زالت التطبيقه هذه ما خرجتش؟ عندنا تطبيق، لا عندنا تطبيق اخرى قلنا في القطاع العمومي نشتغلوا به، القطاع الخاص ان شاء الله قلنا اخر عام نبداو نشتغلوا في القطاع الخاص في بالنسبه لل منظومة التبادل الإلكتروني أو بالنسبة لبطاقة لاباس. واضح. ثم تطبيقة أخرى اللي هي إيكنام سنتر بوينت إيكنام، هذه ثم تدخل تسجل فيها، تدخل خانة تسجيل، تدخل المعطيات الشخصية نتاعك، مثلا تدخل رقم بطاقة التعريف نتاعك، تاريخ الولادة، رقم الهاتف، رقم نشرات أو رقم التعاقد. هنا نجم تعرف زادة برشا خدمات تقدمها الكنام عن بعد، وتنجم تعرف في نفس الوقت تو تعرف يعني البطاقة لاباس نتاعك وين موجودة. نعاودوها إيكنام بالفرنسية. إيكنام. كيف التطبيقة افتراضية، منصة افتراضية تنجم تعرف وين موجودة بطاقة لاباس. واضح. وإحنا تو الحملة نتاعنا شنو؟ الحملة نتاعنا هي برا هز بطاقة نتاعك. بالضبط، توزيع بطاقات لاباس، والحملة نتاعنا رانا بدينا نشتغلوا في القطاع العمومي في المستشفيات العمومية. راهو في اقرب الاجيال من الاخر عام بدايه العام الجديد باش نبداو نشتغلوا في القطاع الخاص، يلزمنا نوزعوا كافه البطاقات ونستكملوا بقيه الجوانب الفنيه، خاطر في منظومه التبادل الالكترونيه فيها اكثر من طرف يعني مشارك فيها، نجم نقول وزاره تكنولوجيا الاتصال، وزاره واضح عديد الادارات المدخله في هذايا. الصوره واضحه، الحمله اليوم برا هز البطاقه نتاعك. نشكرك برشا سي عبد العزيز السبيعي الناطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتامين.